كلمة سبحان الله أو أستغفر الله أو ما شابه ذلك من هذه الألفاظ فهي ألفاظ شرعية وأذكار شرعية، فلا يصلح أن يتسمى بها الإنسان، ولا يصلح أن يجعلها اسماً لصفحته أو اسماً لصورة عرضه، لأنها أولاً كما أسلفنا هي أذكار شرعية، فلا يصلح أن توضع في غير مقامها المناسب لها. الأمر الثاني أن هذه الألفاظ ما حث عليها الشرع لتكتب وإنما لتقال، ولذلك الأجر مترتب على ماذا؟ على قولها لا على كتابتها. الأمر الثالث أنه ربما أن هذه اللفظة الشرعية وهذا الذكر الشرعي قد يذم، ربما مثلا في صفحة من الصفحات يكتب سبحان الله أو يكتب استغفر الله ويأتي بشيء لا يتناسب مع بعض المتابعين أو بعض من يرسل إليهم، فإذا بهم يذمون هذا الاسم فيقعون ويوقع هؤلاء في مخالفة شرعية. والمصيبة لو قال مثلا القرآن، أيضا قد يقول القرآن أو كتاب الله، ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من أن يضع هذه الأشياء كأسماء لصفحاته أو ما شابه ذلك. ولا يصلح أن توضع على السيارات سبحان الله ما شاء الله تبارك الله، هذه كما أسلفنا لم يأمر بها الشرع إلا لكي تقال لا لتكتب، ولو كان بأي غرض من الأغراض. ثم هي عرضة إلى الأوساخ والقاذورات إذا وضعت في السيارات أو حتى لو وضعت في البيوت، ربما أن صاحب هذه السيارة أو صاحب هذا البيت يعصي الله عز وجل وموجود آية أو ذكر لا يتناسب، ربما أنه يشغل أغاني فكيف يقول اذكر الله وهو يخالف ما عليه. وربما تفضي إذا أتت النية، ربما تفضي هذه الأمور إلى أنه يضعها أو تفتح بوابة إلى أن يضع مثل هذه الأذكار في سيارته أو في بيته من أجل أن تحفظه من الشرور، وهذا من التمائم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذه تشمل التمائم من الطلاسم وتشمل غيرها ولو كانت واضحة من القرآن أو من الأذكار، فيجب الحذر من هذا. وعلينا أن نتبع وأن نحرص على ما جاءت به السنة. تريد النجاة تكون في حصن حصين عليك بالشرع، لا يمكن بإذن الله عز وجل أن يصيبك ما يسوءك لا في دنياك ولا في أخراك. نفس الحكم، آيات قرآنية أذكار كل هذه تندرج تحت النهي، وحتى كفارة المجلس ما توضع ولو كان يفترض أن الإنسان يقولها، يعني ربما توضع في مجلس ويعصى الله في هذا المجلس، ما نزل القرآن ولا جاءت الأحاديث بالحث على هذه الأذكار إلا من أجل أن تقال لا أن تعلق. ولذلك لما اشتغلنا بالتعليق هذه الأشياء عرضنا عن العمل،